يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه مع جواز طلب الدعاء من أخ لك في الله فإن الأولى أن تترك هذا الطلب، فما العلة في أن هذا هو الأولى؟ أي نعم، العلة واضحة، وهي أنك لا تحتاج إلى أحد، أنك لا تحتاج إلى أحد ولا تسأل الناس شيئا، والباب مفتوح لك أن تدعو الله، والله قريب مجيب، لا تتكل على دعاء غيرك. نعم.